شو في أمور اختبرتوها أول ما كنتوا سوا؟ يمكن تحديات معينة اليوم صرتوا قادرين تمروا عليها بشكل أسرع. يعني دايماً مثلاً بأول علاقتنا كان موضوع الوقت وتقسيم الوقت كتير يزعجنا. هو بحب دايماً هيك أمور تطلع بشكل عفوي ويقرر مثلاً هلأ أنا رايح مع أصحابي أو يلا بكرة أنا رح روح أتغدى مع ما بعرف مين. أنا لا بحب كون معارف السكادجول تبع الجمعة الأسبوع كله قبل بوقت. عم تضحك. وهالشي كان هيك يعصبنا ونزعل ونتضايق. هو ما يقدر يفهم ليه انا بدي اتنظم بدي نظم وقتي. يعتبر هذا الشيء بيخنق له حريته. انا ما افهم انه ليه هيك فجاه بيطلع بقرار وانا لازم امشي معه فيه. قال له بليز حضرني قبل بوقت انا كمان اعمل شيء بهذا الوقت. وكثير صرعنا تخيلوا. بس يمكن الحال كانه بس انا افهم حط حالي مطرحه وشخصيته كيف تمشي هو حط حالي مطرحه ودعمي وحل وسط انه تنقدر نتفاهم ونكمل الحياه مزبوط. فانت شو هيك في شيء تحدي قطعته فيه واليوم اسرع صرتوا بتحلوا مع بعض؟ واحد من التحديات هو انه الشاب يفهم المرأة كيف بتفكر والمرأة تفهم الشاب كيف بفكر. يعني في كثير فرق بين عقل المرأة وعقل الرجل. كل واحد من كوكب. صحيح. فبس كنا بس كنا عملي. بأول علاقتنا كان قول صار في مشكل أنا بدي حله بأسلوب وهي بدها تحله بأسلوب مختلف كليا. يعني في أنا شيء مثلا اجي لعند وسام عندي مشكلة معينة بدي خبره إياها على طول. وسام هو المبادر للحل. يعني دغري بده يعطيني الحل وأنا أكون بس مجرد إنه بدي أسمع منه إنه أو بدي يسمع لي. يعني أنا بس بدي أحكي بدي خبره شو صار وبدي يقلي هالكلمتين أنا عم بسمعك حبيبي. إيه فهمنا عليك. سو هو كان دغري يبادر بإنه بده يحل المشكلة وأنا أكون إنه بقدر كون أنا إنه بس بدي إنه حدا يسمع لي. فتعلمنا هيدا الشيء وكتير أمور تانية أكيد. يعني بتعرف هيك قلتوا شيء حلو انه نتعلم نفهم انه البنت مختلفه عني وتعرف انه هو مختلف عني ونحترم ونحب هيدا الشيء لانه هيك الله خلقنا. كان في خلقنا مثل بعضنا. بس انا اذا بدي فوت على الزواج بدي اجرب احط له شعر وميك اب كان خدوها هيك يعني خليه يصير يشبهني ما راح تزبط. رح يكون تعيس ورح يكون حالي مع دقن حلو مع ميك اب. عم بحكي نحن كيف بنجرب نخلي شخص يشبهنا. فانا بدي اتخلى استسلم. انا ما بدي اياه يشبهني بدي افهمه احبه وأحترم هو كيف هو يحب نفس الشيء أنا كيف ونجرب نلاقي حل وسط.